في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة، وصفة من وصفات عيد الأضحى، صوصيت بكفتة ديال الغنمي. كيجي رائع، يعني منزلي 100%، أحسن من ديال المحلات. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. بالنسبة للمكونات ديال الشرمولة ديال الكفتة، هنا عندي الكفتة ديال الغنمي اللي ضفت ليها تقريبا 1/5 ديال الفصوص ديال الثومة محكوكين، القزبر ومعدنوس، شوية ديال الملحة، البزار، كامون والتحميرة أو البابريكا، والزيت تقريبا 3 ديال المعالق كبار، وعصير ديال نص حامضة، وربع كاس ديال الماء. اذا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كتنسجم مع بعض. من بعد غادي نضيفوا داك الربع الكاس ديال الماء ونخلطوا. هنا علاش ضفتوا؟ باش الكفته تجي ساهله فاش نبغيو نعمروها في المصران. هنا عندي المصران اللي كنكونو غسلناه مزيان ونقيناه وقلبناه. غادي نحتاجو دواز، غادي ندهنو ليه الفم ديالو بالزيت صافي، وغادي نحاولو ندخلو داك المصران مزيان، وناخدو الكفتة ونبداو نعمرو في المصران غير بشوية باش ما يتقطع، يعني ضروري من يكونوا جوج ديال الناس. كنبقاو مستمرين بنفس هذه الطريقة حتى كنعمروا المصران. من الأحسن أنكم تقطعوه قطع، يعني ما تخليوش هكاك طويل باش يجيكم سهل. صافي كنبقاو مستمرين بنفس الطريقة. في الأخير غادي نبقى نعقدهم من الوسط باش يجوني على شكل صوصات. صافي غادي نبقاو مستمرين بهكا حتى كنحصلوا على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو رائعين. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.